يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بما يفعله الجهال عند قبره؟ لا شك أن هذا مخالف لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يتأذى. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فلا يجهر حتى بدعاء الله والسلام عند القبر، الرسول لا يجهر ولا يرفع صوته بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت عنده لا حيا ولا ميتا، وحرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. فيتأدب بالأدب الرباني عند الرسول صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه. وأشد من ذلك إذا أشرك بالله وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشرك. نعم.